أهلا وسهلا بوني من الولايات المتحدة. مرحبا أخي أهلا وسهلا، أهلا بك حبيبي. حبيبي، شكرا. أنا بدي أشهد للمسيح إنه هو إله حقيقي. أمين، تفضل. آمين آمين. أنا صار لي حادث حوالي 8 شهور المضى، فالدكاترة عملوا اجتماع مع فاميلي تبعي إنه خلاص ما في أمل، خلاص بدهم يشيلوا أكسجين مني إذا هم وافقوا. فنفس الليلة إجاني ملاك وأخذني بعيد بعيد، وأنا شفت 2 ملاك وحاجة أبيض في النص كبير كبير شديد. قال لي الملاك اللي ماخذني رجعوا، ده ما زمنه، رجعوا ده ما زمنه. فجأة أنا صحيت ولقيت نفسي عم ببكي وعم برجف، يعني حتى التوقعات الدكاترة قالوها لا ما حصل. أنا الآن سليم ما شاء الله، ونشكر ربنا إن هو يتدخل. مين؟ عشان كده قلت لا، ما لازم أسكت، لازم أحكي، لازم يتكلم إنه فعلا إلهنا حي، آمين. إلهنا بيعمل. ربنا يباركك أخبوني على هذه الشهادة. يعني نستنتج أنه أنت بتشهد عن المسيح الحي، وإحنا حلقتنا أكيد عن يوجد رجاء. يعني أنت عم بتشجع الناس أنه تصلي لأنه المسيح الشافي مازال يشفي. أكيد أكيد. طيب أخبوني، ربنا يباركك حبيبي، شكرا كثير لك على هذه الشهادة القصيرة لكنها عميقة وقوية جدا. ربنا يباركك وربنا يكون معك.